ما فيش شك ان مهرجان العالمين حقق نجاح كبير في دورته الاولى السنه اللي فاتت زي اليومين دول بالظبط. السنه دي بيجي ببرنامج مليان بالفعاليات الفنيه والرياضيه والترفيهيه والثقافيه، وكمان وضع اولويه للطفل المصري والطفل العربي عموما، وده لان الشركه المتحده دايما ادركت من فتره اهميه الاهتمام بالطفل واعداده للمستقبل. شفنا ده من خلال البرامج ومن خلال الدراما اللي عرضت الفترة اللي فاتت وتحديدا في رمضان من خلال قنوات الشركة المتحدة واللي مهتمة بالطفل المصري والعربي بوجه عام. عشان كده إدارة المهرجان السنة دي خصصت فيما يسمى بمهرجان نبتة عشان يكون أول مهرجان مصمم خصيصا للطفل، وكمان بيحتوي على باقة من الورش والفعاليات الفنية والثقافية لتأهيل الطفل. إدارة المهرجان كشفت كمان عن إطلاق جوائز مهرجان نبتة للطفل لعام 2024، وزي ما قلنا لحضراتكم هي مسابقة مخصصة للمحتوى العائلي والخاص بالأطفال. المسابقة السنة دي بتهدف لدعم وتشجيع الإبداع في المحتوى الموجه للطفل والأسرة من خلال توفير منصة للشركات وصانعي المحتوى الموهوبين لعرض أعمالهم الفريدة والمتميزة. وأعتقد أن دي سابقة لمهرجان العالمين أن يكون في جزء خاص بالطفل وبأعمال الطفل. وإذا كنا بنتكلم دايما عن من يتبنى هذه السياسة، إذا سميناها سياسة تتبعها الشركة المتحدة في الاهتمام بالطفل، فلازم نتكلم ونتحدث مع الكاتبة سماح، الأستاذة سماح أبو بكر عزت. أستاذة سماح أهلا بيك معنا يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف، وأهلا بكل المشاهدين، وألف مبروك إطلاق الدورة الثانية من مهرجان العالم عالمين. الله يبارك في حضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. كنا مع بعض هنا في رمضان في التاسعة بنتكلم عن الدراما الأطفال، مظبوط، وقد ايه الشركة المتحدة مهتمة بكل شيء يتعلق بالطفل المصري والعربي. السنة دي بنشوف حاجة جديدة خالص بقى في مهرجان سياحي وترفيهي وثقافي ورياضي، لم نغفل دور الطفل فيه. عايزين نعرف النبتة دي يعني من أين نبتت هذه الفكرة وشكلها عامل إزاي والموضوع هيتم إزاي وتأثيرها على الأطفال في الفترة اللي جاية. والله يا أستاذ يوسف، هو يعني من فترة أطلقت المتحدة مشروع متكامل للأطفال تضمن برامج، منها كان برنامج كابيتانو. ده برنامج الحقيقة رائع جدا لأنه بيكتشف المواهب الكروية عند الولاد في الكرة وبينميها وبيديهم الفرصة أن هم كمان ينطلقوا للعالمية. وزي برنامج رحلة سعيدة برضو اللي حقق نجاح كبير، وكان فيه فقرات متنوعة للأطفال، وشرفت إن أنا شاركت فيه بحكاية ماما سماح، وغير طبعا يحيى وكنوز العمل يعني اللي ارتبطت بيه الأطفال. والسنة دي كان الموسم الثالث، ومؤخرا أنتجت كمان مسلسل نورة اللي هو حقيقة كان أول مسلسل موجه للفتيات في عمر بقى اللي هو 14-15 سنة. كان من ضمن كمان المشروعات اللي أعلنت عنها المتحدة هو مشروع نبتة اللي هيظهر إن شاء الله للنور في مهرجان العالمين. والحقيقة ده حاجة جميلة جدا إنه مهرجان سياحي ترفيهي منوع بأنشطة رياضية وفنية إنه يفكر كمان إنه يعمل فعاليات للأطفال، لأنه هي مش بس مجرد فعاليات للأطفال، هي ليها هدف أسمى وأعلى، إنه حضرتك بتربط الأسرة كلها مع بعض. يعني إنه الأب أو الأم لو رايحين عشان يتفرجوا على حفلات و الأطفال هتحس إن ملهاش دور أو مش يعني حاجات مش لسنها، فهتبدأ تشغل وقتها أنها تفضل ماسكة الموبايل. لا، هنا بقى كل العائلة هتروح وكل فرد فيها هيلاقي يعني هيلاقي ما يعني ما يناسب اهتماماته، ما يناسب الحاجه اللي هو هيحس ان هي بتخاطبه هو شخصيا ورايح يستمتع، فلازم الكل يستمتع. يعني مش هيبقى بالظبط، فهيبقى كل فرد في الاسره يعني مستمتع بالحاجه اللي تخصه، وبالذات الاطفال لما بتحس ان في حاجه موجهه ليها هي شخصيا ده بيفرق معاها جدا، وبتحس باهتمام وبتحس ان هي في حد بيفكر فيها، في انشطه مخصوصه ليها
فأنا سعيدة جدا حقيقة بمهرجان نبتة. هو الحقيقة نبتة جميلة إن شاء الله بقى يعني تكبر مع كل سنة في المهرجان، ونشوف فعاليات أكبر وأنشطة أكبر، ويعني ودايما الأطفال حاضرة في الذاكرة، ودايما حقيقة الشركة المتحدة معنية مش بس بكل أفراد الأسرة، لا وبالطفل كمان. ويعني من خلال الأفكار اللي بتطلع كل سنة يعني تشعري وكأن المهرجان بقاله سنين طويلة، مش للدورة الثانية بس، يعني ده حقيقي. واهتمام العالم بيه كمان، والزخمة اللي بيشوفه ما بيقولش ان ده مهرجان وليد سنة واحدة فاتت. لا لا لا، هو وليد بقى يا أستاذ يوسف خبرات طويلة جدا. لما فكرت تطلق مهرجان فكرت تطلقه من يعني مش من اول ولا تاني درجه في السلم، لا ده من ما شاء الله على درجه في السلم، يعني لانه نتاج القائمين عليه يعني ذوي خبره ولهم يعني باع طويل في العمل الاعلامي والابداعي، فحطوا كل خبرتهم وتضافرت جهود عديده انها تعمل مهرجان حقيقه مشرف وعالمي، وتتجه الانظار كلها من كل مكان ليه. فطبعا ده يعني له هدف نبيل سياحي وتنموي وترفيهي، يعني الحقيقه شيء الحقيقه مشرف وشيء جميل وشيء يعمل بهجه، والشاطئ كمان اللي تم افتتاحه ده يعني انا الحقيقه سعيده بكل يوم فيه اضافات لهذا المهرجان حتى قبل ان يبدا. ده حقيقي، يعني الأفكار اللي بتطلع، والسنة دي كمان في أفكار كتير هنتكلم عنها في خلال حلقة النهاردة، لكن كان مهم نتكلم ونقف عند اهتمام الشركة المتحدة من خلال مهرجان عالمي زي ده بالطفل. يعني طبعا أعتقد أن دي بادرة لم يسبقها أحد فيها، يعني حقيقي دي يعني بادرة يعني جديدة ومبهرة ومحترمة. والحقيقة يعني بشكر الشركة المتحدة لأنها معنية بكل أفراد الأسرة وكمان بالطفل، ده شيء راقي. وكلما يعني ارتقى المجتمع وارتقى الإعلام كلما كان للطفل مكان فيه، والحقيقة أنا شايفة ده بشكل قوي وكبير وبشكل محترم وبشكل كمان مبهر. فيعني شكرا للشركة المتحدة الحقيقة يعني لما تقدمه والاهتمامها بالأطفال بشكل خاص، إن أنا يعني منتمية جدا للأطفال سعيدة جدا. كنت لسه حضرتك، واحنا كمان بنشكرك والله يا استاذه سماح على مجهودك الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت في الاهتمام باطفالنا. الكاتبه الكبيره الاستاذه سماح ابو بكر عزت، شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيبه مره ثانيه يا فندم.